طالبة لوليا نوفل. اليوم قدمنا امتحان رياضيات فرع الأدبي طبعاً، والامتحان كان يعني بده واحد درس من أول السنة، بده تركيز وبده تكون يعني الإجابات مرتبة وبس. يعني بشكل عام الامتحان يعني نص نص، بده واحد درس منيح كتير، وبتمنى باقي الامتحانات تكون أسهل من هيك إن شاء الله نجيب معدل حلو ويفرح الكل. أنا فرح حسان من الفرع الأدبي. اليوم كان عندنا امتحان رياضيات، الحمد لله الامتحان كان مباشر جدا يعني وسهل مش صعب، واللي دارس الحمد لله بحله، وعقبال كل المواد الثانية إن شاء الله يكونوا سهلين، ونتمنى لكل واحد التوفيق إن شاء الله. طالب عبد الله عدنان الأنقر فرع الأدبي، قدمنا اليوم امتحان رياضيات. كان الامتحان يعني من سهل لمتوسط، كانت الأسئلة شوية فيها دقة، الأسئلة الأخطر كان فيها دقيقة شوي، والحمد لله يعني على كل حال الامتحان بنحل وما كانش من برا المنهج، كان يعني اسهل من توقعنا، يعني كان احنا متوقعين يكون اصعب من هيك، والحمد لله على كل حال. انا الطالبه عهد عز الدين بلبل الفرع الادبي. كان اليوم عندنا امتحان رياضيات، الامتحان كان سهل وكثير مباشر وكان براعي كثير يعني، وكان سهل كثير واغلب من الفصل الاول، ما كانش مركز كثير على الفصل الثاني، وان شاء الله تكون باقي الامتحانات هيك سهله ومباشره وتكون هيك يراعونا في التصليح كمان. أنا اسمي محمد حمدان من الفرع الأدبي. اليوم قدمنا الامتحان امتحان الرياضيات، الحمد لله اليوم الامتحان كان يعني سهل، ويعني فيش فيه إنه فكر إنه لف ودوران، بس هو اللي كان يعني اللي بده تفكير شوية الأخطر وبس، يعني الامتحان كويس وإن شاء الله يعني باقي الامتحانات تكون زيه هيك سهلة إن شاء الله.